الحقيقة احنا بنعدي بأيام حر جدا، ربنا يسلمكم ويسلمنا وتعدي على خير، ولازم ناخد بالنا من كل حاجة حتى في البيت. يعني انت في البيت لازم تاخد بالك، لو الدنيا حر عندك فيش اقفلها، عندك أماكن فيها كهرباء حاول تقفلها، يعني تأمن ان ما يكونش في حاجة متعرضة لسلوك علشان الحر الشديد ده. لكن الأيام دي كمان ناخد بالنا أكتر من العربيات، يعني احنا ساعات بنسيب في عربياتنا مثلا إزازة بارفان او ازازه عطر او الحاجات الرشاشه اللي بنعطر بيها الجو او اي حاجه بنسيبها مثلا في العربيه وبتتعرض للحراره. وده اللي اكد فيه ده لما شفنا فيديو منتشر على السوشيال ميديا لعربيه فارهه حاجه يعني رائعه جدا في احدى الدول العربيه اتفحمت، يعني تفحمت تماما بسبب زجاجه عطر كانت متسابه في العربيه. طب خطورة ده ممكن يبقى زي ما انتم شايفين الصورة اهي، يعني حاجة الحقيقة الواحد ما يصدقهاش ان معقولة يعني ازازة بارفان او زجاجة عطر ممكن تكون السبب ان العربية يحصل يعني تولع بالشكل ده. وده السؤال اللي انا عايزة اسأله دلوقتي، والصورة موجودة معانا مع اسأل دكتور خالد ابن الوليد عميد كلية علوم جامعة جنوب الوادي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا مدام شبكي، اخبار حضرتك؟ انا الحمد لله بألف خير. يعني عايزين نطمن برضو لانه احنا عندنا درجه الحراره الحقيقه عاليه جدا اليومين دول، وبيحصل ان الناس ممكن تنسى حاجات، وانت عارف عاده المصريين مش بس زجاجه العطر، هتلاقيه مثلا شال شويه زيت بتاع الموتور في الشنطه ورا، شايل مش عارفه شويه ايه علشان ايه ورا، فالحاجات دي هل فعلا ممكن تؤدي للصوره اللي احنا شايفينها دي على الشاشه؟ حضرتك تؤدي لده واكتر كمان، لانه كل العبوات زي العطور او معطرات الجو او الملمع او المضاد للصدى دي في الحقيقه يا مدام شبكي بتبقى عباره عن غازات مضغوطه. صحيح. تبقى العبوه مليانه غاز. صحيح. تحت ضغط معين. الضغط ده يعني الف به في الفيزياء ان الضغط بيزيد بزياده درجه الحراره. صحيح. درجة الحرارة داخل العربية ممكن تعدي 65 درجة. صحيح. وبالتالي الضغط هيزيد جامد داخل العبوة غير المواصفات اللي هي مصنوعة منها، فده ممكن يؤدي إلى أنها تنفجر. فالعبوة تنفجر فتمسك في أي حاجة في العربية. حضرتك، لأنه لو بحثنا عن المواد اللي داخلة في صناعة المعطرات والكلام ده، دي كلها مواد قابلة للاشتعال، فمع ارتفاع الضغط وانفجار العبوة المواد ممكن تشتعل. وزي صحيح. ما حضرتك عارفة العربية فيها الكراسي وغيره، طبعاً ده من طبعاً القماش، ده من كذا، ده من كذا، ده بلس انه العربية اساسا فيها يا سولر يا بنزين يا غيره، طبعاً. فده كله مش ناقصة، هي العربية لوحدها في الحر لوحدها قنبلة موقوتة في الحر ده، هي العربية لوحدها. حصل حضرتك، وعشان كده يفضل ان احنا ما نسيبش ايا من هذه العبوات داخل السيارات بتاعتنا، لانه في معظم الاحيان احنا بنسيبها في اماكن بتبقى معرضة للشمس. صحيح. التعرض المباشر، فممكن تحصل الصورة اللي حضرتك شايفاها دي بسهولة جدا جدا جدا، وتقريبا العربية خلاص مش فاضل فيها اي حاجة خالص تماما. يعني الحقيقة يعني الصورة موضحة، يعني العربية منتهية. يعني عموما خلينا ربنا يسلم الناس. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد ابن الوليد عميد كلية علوم جامعة جنوب الوادي. كمان تاخدوا بال حضراتكم من الأيام اللي جاية، الناس اللي بتستعد وبتسافر وعلى الطريق، يعني كل ما نبعد عن فترات اللي فيها الشمس الحقيقة قاسية جدا، يا إما نسافر الصبح قوي او بعد الظهر يعني يكون افضل عشان ما يبقاش حر، لو معاكوا كمان مواد وحاجات كده. وان شاء الله ربنا يسلم الجميع. اللي عنده بقى حاجه في العربيه لازم يبص عليها، الساده السائقين كمان يبصوا في عربياتهم ايه اللي موجود، الحاجات ما يتسابش اي حاجه ممكن تبقى معرضه للانفجار. بشكرك شكرا جزيلا.